عشان الواحد يسوي رياضة بسيطة وسهلة، ممكن يعمل نوع من الكارديو جري، وإذا ما كان عنده مكان يجري فيه ممكن يسوي نط الحبل. نط الحبل ممتاز وما يأخذ مكان. والتمارين الثانية اللي هي حقة عضلات الجسم اللي ما تحتاج أي نوع من الأجهزة ولا نوع من الأثقال، زي التمارين زي السكوات واللنجز والسيت أبس والبوش أبس، كل هذه تمارين لعضلات الجسم كامل ما يحتاج لها أي نوع من الأجهزة. We'll be right back.